لأن أصوات انتصاراتهم سوف تبقى مزروعة بالوقت الذاهب إلى الغد، ولأن أعمارنا لا يمكن أن تهرم في دفاتر معاركهم، ولأنهم حين منحوا أنفسهم وأرواحهم لهذه الأرض تركوا الألم وحده على الورقة ودونوا الكثير من الملاحم في هدأة المتعبين للحظات، لأنهم المتجددون المنتمون العاشقون والمعشوقون لم يتركوا الفصول تغيب عنا للحظة واحدة، ولأنهم حين وقفوا على ناصية الحقيقة وقاتلوا فلم تغيب الشمس عنا للحظات، لأنهم كذلك وأكثر نعيدهم اليوم ونعيد معهم وبهم رفاق الروح، رفاق أرواحنا، أبطال الجيش العربي السوري، صانعو الأقدار وحماة الشمس، عليكم السلام. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الحوار الخاص الذي نطل معكم من خلاله من صرح الجندي المجهول في قاسيون من قلب العاصمة السورية دمشق، عاصمة المحبة والبطولة والصمود، في يوم وعيد الجيش نحتفل كما قلنا معهم وبهم في هذا الحوار الخاص. أهلا ومرحبا بكم، وأرحب بضيوفي تباعا، سيادة العميد الركن سمير سليمان رئيس فرع الإعلام بالإدارة السياسية، أهلا وسهلا فيك سيادة العميد. كل عام وأنت بألف خير. نعم وأنتم بألف خير. إذا لم نرد أن نحتفل بعيد الجيش، هل من عيد آخر يمكن أن نحتفل به بغياب الجيش مثلا؟ اسمحي لي في البداية أن أترحم على أرواح شهداء الجيش العربي السوري وشهداء الوطن جميعا الذي قضوا دفاعا عن عزة سوريا وعن كرامتها، وأيضا أن أتمنى لجرحانا الأبطال الشفاء العاجل. يعني اليوم كما ذكرتي نحتفل بعيد بالذكرى 71 لتأسيس الجيش العربي السوري الذي هو أصبح وكان على الدوام رمزا من رموز عزة سوريا وكرامتها وقوتها. هذا الجيش الذي أثبت في الوقت الحاضر أنه جيش أصيل لبلد أصيل، سوريا التاريخ، سوريا العراقة، سوريا الحضارة. ليس أجمل من أن يحتفل الإنسان بمناسبة لأعز ما لديه، أعز ما يمكن أن يكون بقربه أو إلى جانبه أو يدافع عنه. لا أستطيع أن أقول إن الجيش العربي السوري الذي هو يعني رمز وعزة الشعب السوري هو يعني هو نحن جميعا، هو الشعب السوري. صحيح. هو الأرض السورية وهو الكرامة السورية، ولذلك ليس أجمل من أن نحتفل بعيد للجيش العربي السوري. أهلا وسهلا فيك الفنان عضو مجلس الشعب وأحد أبطال مجموعات الدفاع الشعبية الفنان توفيق اسكندر، خليني أقول لك البطل. أهلا وسهلا فيك، حبينا تكون ضمن تشكيلة حوارنا اليوم لنحكي بأنه الشعب كان رديف أساسي للجيش العربي السوري. هالمرة ما تقوم به مختلف عن كل الأدوار التي قمت بها خلال مسيرتك الفنية، ليش حملت البارودة؟ أولا خليني بعد إذنك أنا أتشكر القامات العسكرية اللي قاعد بيناتها اللي بعتز فيها، وبتشكر انه قبلوني جندي رغم يمكن عمري اللي تجاوز حدود الجندية. وخليني اترحم على انفسنا واقول الخلود والقداسة لشهدائنا الابرار والرحمة لنا نحن الاحياء الذين نسعى لنكون في دربهم وفي مصافهم. بدي وجه التحية الى جيشنا العربي السوري، الى الاعز، إلى الأطهر، إلى الذي كان وطنا وكان شرف الوطن وعزته، إلى الذين صاغوا الشرف في أجمل صوره، إلى الأنقى والأروع وجودا، إلى جيشنا العربي السوري حماة الديار. كل عام وأنتم بخير، وقائد هذا الجيش العظيم رئيسنا قائد العام للجيش والقوات المسلحة السيد الرئيس بشار الأسد. عطفا على سؤالك، أمام يمكن كان في وعي مبكر لأبعاد الحرب، أنا ما راح أسميها مؤامرة،
هي كانت أكبر، هي حرب كونية من بدايتها، من لما صعدت الشعارات الصدور العاري بأغصان زيتون، فهي كانت حرب كونية تديرها قوى إمبريالية عالمية. نعم. فيمكن هذا الحس المبكر خلاني أنا ومجموعة شباب كبيرة وكثيرة نحس بأهمية أن تبقى هذه الدولة بعظمتها بشموخها بكيانها بكل عنفوانها. فكان لابد أمام هذا الخطر الكافر الجاهل الحاقد أنه يكون في جنود، شئنا ما بين جنود يواجهون هذا الخطر. وكان لي الشرف أني يكون بين مجموعات الدفاع الشعبي. ما فكرت بأي خيار ثاني غير القتال لجانب الجيش؟ لا على الإطلاق، ما كان في أمامي إلا سوريا فقط. هذا سوريا. كافي، هذا كافي. أهلا وسهلا فيك سيادة العميد أحمد سليمان المستشار القانوني، أهلا وسهلا فيك. العام وأنت بألف خير يا رب. وأنت بألف خير. وكأن الجيش في كل يعني مرحلة مفصلية من مراحل هذه الحرب يعيد إنتاج نفسه بطريقة تدهش الآخرين. أين سر هذه الحلقة بالنسبة للآخرين التي لا يجدها حتى هذه اللحظة؟ يعني الأستاذ توفيق هلأ مثال مباشر إلي. الجيش العربي السوري هو نفسه الشعب السوري، والشعب السوري سار خلف الجيش، وقسم سار إلى جانب الجيش، وقسم آخر سار أمام الجيش. يعني الأستاذ توفيق عم بيشارك بأعمال قتالية، إذن هو أمام الجيش. فالجيش العربي السوري لا يعيد، أنا يعني هذا المصطلح هو نفسه، الشعب السوري هو الذي يتجدد دائما، يواجه المحن دائما. نواجه عدو تقليدي الكيان الصهيوني، واليوم ومنذ سنوات نواجه أيضا إرهاب غير تقليدي، إرهاب بنوع حديث تعجز أجهزة العدالة وتعجز أجهزة الشرطة والضابطة العدلية ومعاونيها عن مواجهة مثل هذا الإرهاب، لأننا اليوم نواجه إرهاب على شكل جيوش منظمة في التسليح والعتاد وفي الأيديولوجية وفي التمويل وفي كل أنواع الدعم اللوجستي. لذلك الشعب السوري هو المتجدد، وهو الذي يردف دائما الجيش، فالجيش مستمر لأن الشعب السوري مستمر. أنا قصدت أنه من حرب تقليدية كان يخوضها الجيش العربي السوري معتاد عليها مع الكيان الصهيوني بالتحديد، إلى حرب بديلة من نوع آخر وفي كل الظروف وفي مختلف التضاريس، سواء حرب شوارع أو حرب الجبال أو حرب الصحارى. لا. كان لها، ولذلك لا. يعيد تقديم نفسه في كل لحظة حسب متطلبات وظروف الجيش المعركة. الجيش العربي السوري يعني هناك وحدات مدربة على قتال الشوارع، إن كنت تقصدين ذلك. نعم. على القتال في أماكن معينة، وأنا قصدت أن أذكر الكيان الصهيوني والإرهاب لأنهما يعني صنوان متصلان، وجهان لعملة واحدة. والإرهاب الحديث لا يختلف، يعني التنظيم داعش ما يسمى داعش وباقي التنظيمات الآن هي على شكل جيوش، لم يعد الإرهاب الذي كنا نسمع عنه مثلا يقومون بعملية تفجير بمكان معين تطاردهم العدالة لتلقي القبض عليهم بعض العصابات بعض الأشخاص. نحن أمام جيوش تجاوزت الآلاف، لذلك الجيش يواجه جيوش مماثلة. نعم. حتى في تسليحها تسليح ثقيل لم يعد يعني هذه الصورة. قد يربك الجيش في أماكن معينة حماية المدنيين. نعم سيادة في بعض المدن. نعم. ولكن تعامل بحذر وثقة، وإن كان يعني المدة طالت في بعض الأماكن، حرص على المدنيين وحرص على المباني وحرص على الممتلكات، إلا أن الجيش يعرف كيف يواجه هذا الإرهاب. نعم. سيادة النقيب إبراهيم العمر، أهلا وسهلا فيك. العام وأنت بألف خير يا رب. كل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا فيك. الرحمة لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا. آمين يا رب. مصاب. نعم. ولكنك بطل، حاليا عدت إلى الميدان، وأردنا أن تكون أحد ضيوفنا الأعزاء في هذا الحوار في يوم عيد الجيش. حدثنا عن إصابتك بالبداية. يعني إصابتي هي شرف لي أولا، شرف لكل مقاتل إصابته في المعركة بالميدان. الإصابة إجت
بدي احكي بتفاصيل المعركه بالمنطقه الشرقيه نتيجه هجوم اعداد كبيره من الارهابيين النقاط العسكريه للجيش. بدا الهجوم بالسيارات المفخخه وبالقذائف الهاون، وتم صد الهجوم. واثناء الاشتباكات اثناء الدفاع عن احدى الكتل الابنيه تم الاصابه بالقدم اليمنى. سلامتك. الله يسلمك. الاصابه في له علاقه بالعظم او بالاربطه؟ اصابه اذيه، اذيه بالعصب الوركي. نعم. الحمد لله رب العالمين، تم اسعافي فورا، نقلي المشفى واجراء العلاج اللازم. قد ايه اخذت مده استراحه وبعدين رجعت للميدان؟ يعني الصراحه كانت الاصابه قويه، انا فتره ضليت مليح بنقاها، تحسنت على العلاج الفيزيائي، بعدين اصريت على العوده للميدان، وحاليا انا في منطقه ريف دمشق. باي جبهه تقريبا؟ في احد مناطق ريف دمشق. على كل حال الله يحميك. كيف ظروف الجبهه حاليا؟ طبيعه المعركه اللي عم بتخوضوها، وهل اليوم انت جاي من الميدان لحتى تشارك معنا بالحوار؟ كان له خصوصيه، عم نحتفل نحن معكم وفيكم، وبنفس الوقت عم بتخوضوا المعارك كمان لاجلنا. هذا شعور بالفخر والاعتزاز، يعني انا جيت من الميدان لاجراء المقابله واللقاء، شعور بالفخر، شعور بالكرامه، شعور بالاعتزاز. طبيعه المعارك بكل منطقه من مناطق سوريا لها طبيعه خاصه ولها تفصيل خاص. الحمد لله الجيش صار خبره بكل انواع المعارك، ان كان بالمدينه وان كان بالريف. والحمد لله رب العالمين، الجيش عم يحرز تقدم وعم يحرز انتصارات كبيره، وان شاء الله النصر للامام. ان شاء الله يا رب. الرقيب نبال حسن، اهلا وسهلا فيك، العام وانت بالف خير. كمان انت بطل مصاب. نعم. حدثنا عن اصابتك، وين وحاليا رجعت لميادين القتال؟ كبدايه الرحمه لارواح شهدائنا والشفاء العاجل للمصابين. صوت في المنطقة الجنوبية. كنا في مجموعة اقتحام، قمنا باحتلال بعض كتل الأبنية والتثبيت فيها. قام المسلحين بحفر أنفاق والتسلل إلى النقاط الخلفية. طلعوا خلفنا بالأنفاق، تسللوا، وكانت بتوقيت الساعة 3-4 الصبح. هجموا علينا بأعداد كبيرة. تحاصرت لمدة 24 ساعة. اجت مجموعات مؤازره فكت الحصار عنا وصوت ضمن بناء انا، وقامت المجموعات المؤازره بانقاذ. نعم. هل عندكم كان خيار ثاني غير الصمود بوقت المعركه ووقت الحصار سياده الرقيب؟ كوننا جيش عقائدي ما عندنا خيار غير الصمود، ونحن تعلمنا على الصمود وخلقنا بالصمود. هل تاخرت المؤازره لاجت؟ لا ابدا ابدا. وكيف كان ظروفكم انتم نفسيتكم لما كمان فك الحصار عنكم؟ طبعا بمساعدتكم، لانه انتم صح محاصرين ولكن احرار بحصاركم كنتوا داخل لبعض المناطق. يعني الانسان مستحيل يستغنى عن روحه، انت بمجرد ما احتليتي بناء او قعدتي ببناء عم تدافع عن وطنك، مستحيل تستغني عنه لو تستغني عن روحك، لانه هيك تربينا وهيك تعلمنا. نعم. سيادة العميد سمير، نحن ما عم نحكي عن حاله عادية عند أبطال الجيش العربي السوري أو نفسية عادية، نحن عم نحكي عن حالة يعني شراسة بالقتال وبالقدرة على الصمود. حاليا شو أضيفت لعقيدة الجيش العربي السوري خلال ظروف هاي الحرب؟ وأي طقوس أضيفت إلى ممارسات وعادات الجيش اكتسبها خلال هاي الحرب؟ بالتأكيد الأساس هو العقيدة التي يقاتل على أساسها الجيش العربي السوري أو رجال الجيش العربي السوري. فهذا الجيش يمتلك عقيدة وطنية راسخة، وهذه العقيدة يعني إثباتاتها حتى نقول هي من خلال ما قدمه من بطولات وتضحيات من لحظة نشأته حتى قبل تأسيسه رسميا. كما نعرف خاض أول معركة ضد الاستعمار الفرنسي عام 1920-24 تموز بقيادة الشهيد البطل يوسف العظمة، وقد يكون من النادر أن يستشهد وزير الدفاع في معركة، كان هو وزير الدفاع في وقتها وزير الحربية. إذن هذه العقيدة العظيمة، العقيدة الوطنية، هي أساس هذه الصفات عند المقاتل العربي السوري. وأنا أقول يعني إشارة إلى ما ذكره الأستاذ توفيق عندما قال هذه الحالة من الوعي عند المواطن السوري لطبيعة هذه الهجمة العدوانية الإرهابية على سوريا، بأنها هجمة تستهدف هذا الوطن وتستهدف يعني تاريخه ومستقبله. فعندما نتحدث ماذا حصل في الوقت الحاضر، ما هو الجديد
فيما حصل، يجب أن نتحدث عن ما هو الجديد في هذه الحرب. نعم. ذكر سيادة العميد أحمد أن صراعنا الأساسي هو مع العدو الصهيوني، الصراع الأساسي في هذه المنطقة مع العدو الصهيوني ومن يدعم هذا العدو، ولكن الآن الصراع مع أدواته. هنا تختلف طبيعة المعركة، كما تختلف طبيعة المعركة الميدانية بالمعنى العسكري تختلف بالمعنى المعنوي، بالجانب المعنوي وبالجانب النفسي وبكل ما يتعلق بهذه الحرب. الآن عندما تفضلت وسألتي ما هو الجديد، نخوض حرب في الجبال، في الصحاري، في المدن، هذه تتطلب صفات عسكرية تدريبية معينة، وبالتالي لا يمكن لمقاتل أن يتقن هذه الأنواع من المعارك إلا إذا كانت مبنية على أساس معنوي وعلى أساس فكري راسخ، وهو عمق إيمانه بقضيته وبوطنه. سمعنا من رفيقنا اللي هو يعني صف ضابط يقاتل وهو في التطويق، لكنه آثر أن يقاتل حتى النهاية. طبعا استطاعت الجماعة أو الوحدة المؤازرة له أن تنقذه، لكن هذا المستوى من العمق في معرفة العدو ومعرفة الهدف هي التي جعلت من صفات هذا المقاتل يقاتل حتى النهاية، إما النصر أو الشهادة، ودائما هدفنا النصر. حتى هذه اللحظة يمكن أن نقول هناك نوع من استمرارية في البناء العقائدي والبدني والنفسي بالنسبة إلى جميع المقاتلين حتى في ظل ظروف المعركة؟ نعم، أنا دعيني أقول هنا في المعركة ربما كل ما نتعلمه نظريا يصبح واقعا أمامنا. يعني أنت عندما تدرسين في القاعة أو في المحاضرة أو في المكان وتستمعين تقرأين تاريخ الجيش وبطولات الجيش وشهداء الجيش، تأتي اللحظة التي تعيشينها تصبح هنا العقيدة أكثر رسوخا وأكثر ثباتا وأكثر وضوحا عند المقاتل. نعم. وبالتالي هنا تتطور هذه المسائل المعنوية مع تطور هذه المعركة، دعيني أقول بجوانبها المادية يعني المباشرة، الصراع بالسلاح عندما يتطور ويأخذ أشكال متعددة، الجوانب المعنوية والنفسية أيضا تتطور بما يتواكب مع هذا الصراع وتأخذ أيضا شكلا آخر، نراه أنه شيء جديد لكن في الحقيقة هو يستند على أساس واحد، على أساس راسخ، هو الإيمان بهذا الوطن، الإيمان بالقضية والإيمان بالهدف. نعم، علاقة التلاحم والترابط ما بين الشعب والقيادة والجيش أستاذ توفيق، إلى أي حد اعتقدت أنت كمواطن سوري بأنه كانت سبب من أسباب ربما حتى اللحظة الصمود؟ وهل أضاف هذا الترابط مع الجيش من جديد حالة من نفسية صبغتك مختلفة عن السابق؟ لا شك يعني ما قبل الحرب كل مواطن سوري صادق الانتماء هو شخص آخر، أكثر إبداع، أكثر تطور، أكثر إيمان بوطنيته، بدولته، بقائده، بجيشه. جيشنا العربي السوري جيش خلاق، يعني هناك كما ذكر القامات العسكرية أنه جيشنا في مجموعات أو في فئات بالجيش مدربة تدريب قتال شوارع أو جبال. الآن من عظمة هذا الجيش أصبح كل عناصر الجيش كأنهم قاموا بهذه الدورات الخاصة، كلهم وحدات خاصة، جميعهم تمرسوا في القتال في كافة الظروف. بس لو تذكرين شوي أنا قلت بأنه حالة التلاحم بشكل عام ما بين الجيش والشعب، ولأي حد صبغت توفيق اسكندر بحالة نفسية مختلفة عن السابق؟ للحق يعني أنا إلى الآن رغم أني صرت بظرف جديد اللي هو عضوية مجلس الشعب، ولكن ما تركت ما أزال لا أستطيع يعني الانسلاخ عن بدلتي العسكرية اللي ارتديتها. تمارس هي الطقوس يمكن على أعضاء مجلس الشعب ولا لا؟ ومعظم أعضاء مجلس الشعب يعني بحدود اللي عرفتهم كوننا فترة قصيرة عن ما تعرف على بعض، معظمهم يعني من خيرة الناس
ونالوا ثقة سوريين أصائل موجودين ما يزالوا على هذه الأرض صامدين مع صمود جيشنا العربي السوري. خلال اندماجك مع وحدات ومجموعات الدفاع الشعبية ولو كان لفترة مهمة يعني بالنسبة لمسيرتك، هل فاجأك شيء من طقوس الجيش؟ شو اللي تعلمته منهم خلال هاي الفترة؟ وشو اللي أنت ما كنت قادر أساساً تكون فيه لأنه هاي فقط قدرة يتمتع بها أبطال الجيش العربي السوري؟ هلا يعني انا شخصيا على شوي السن كنت اعاني من مساله الجري الى حد ما اعاني منها، لكن باللحظه المناسبه كنت غزال يعني بالجري. الحقيقه كلنا خدمنا خدمه العلم وكلنا خضعنا لدورات، فما تزال ذكريات واثار تلك الدورات قائمه موجوده، فكل واحد فينا كان احنا المدنيين اللي كنا بين ايدين الجيش معهم امامهم على جانبيهم وخلفهم، اينما حلوا كنا نحل معهم. نعم. ركضوك كثير على هالحاله. يعني في هيك شيء. يلا بنختبرك هلا بعد الحوار، العميد سمير بلكي بيختبرنا جميعا. سياده العميد احمد سليمان، حضرتك مستشار قانوني كما قلنا، إلى أي حد حريصة المؤسسة العسكرية حاليا حتى في خضم معاركها وحربها أن تستند إلى كثير من الأسس القانونية في هذه المعركة، يعني لم تشد عن القاعدة أو مخالفة القانون وخاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب؟ الدستور الدائم في الجمهورية العربية السورية بيّن مسؤولية المؤسسة العسكرية، الجيش والقوات المسلحة كمؤسسة عسكرية مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وعن السيادة الإقليمية وعن مصالح الشعب العربي السوري وأمنه الوطني. تعبير الأمن الوطني إذن يعطي الصلاحية للجيش العربي السوري في مواجهة أي حالة اضطراب تعجز عنها السلطات العادية كما في حالة الإرهاب. الجيش العربي السوري إذن يقوم بعمل دستوري وبعمل قانوني. نعم. لا يخرج عن واجبه الدستوري ولا عن واجبه القانوني، إضافة إلى أنه أيضا واجب أخلاقي. يعني من يشاهد أي إنسان عندما نشاهد هؤلاء المجرمين على الشاشات يتباهون بقطع أطراف أحد الأشخاص حيا أو يقومون بعملية نحر أو ذبح، من منا لا تستفزه هذه المشاعر؟ لذلك مكافحة الإرهاب هي بحكم الضرورة من واجب الجيش، هو المؤهل الآن في ظروف الإرهاب الحالي، كما قلت الإرهاب الغير تقليدي، الإرهاب الذي أصبح على شكل جيوش، هو واجب يقوم به الجيش ولا حل آخر. إضافة يعني الجيش ليس فقط يحارب الإرهاب، نحن اليوم الطالب الذي يتعلم في المدرسة وأي مواطن سوري يعيش حياته اليومية الجيش له علاقة. لذلك تبدو حجة الجيش قوية سيادة العميد عندما نتحدث عن سلوكياته وممارساته حتى حربه في مكافحة الإرهاب، بالرغم من كل عمل كثير من المنظمات الدولية حتى التي صارعت الجيش ونحرته في هذه القصة. هو المنظمات الدولية هي أدوات، موظفين يتقاضون رواتب. نعم. وأكبر هيئة نتحدث عنها الأمم المتحدة، يعني مكانها في الولايات المتحدة الأمريكية، هم عبارة عن موظفين ورأيهم لا يؤخذ به. نحن نواجه إرهاب تدعمه دول أدوات تحركها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، ولكن أعود وأقول حتى الموسيقى التي نسمعها اليوم الجيش له علاقة. بأي معنى؟ وله علاقة أيضا كل ما هو متوفر من سبل الحياة. نعم. وياسمين الشام عندما يعطر الجيش له علاقة، له دور. الجيش اليوم في عيد الجيش أيضا يعيد على طريقته، يقاتل الإرهاب. في هذه اللحظات هناك شهداء. صحيح. هناك مصابين، هم مشاريع شهادة مثل رفاقي الآن، هم شهداء أحياء، لأن كانت إصابة أي واحد منهم كان يمكن أن تودي بحياته. نعم. جيشنا يواجه الإرهاب ومستعد لتقديم حياته ليعيش الآخرون، أفراد أسرته
وأهلي ووطني وجيراني وكل شيء جميل في سوريا. يمكن بسبب ذلك كان إبراهيم ونبال حريصين على العودة إلى ميادين القتال حتى ولو وهذه كانت ظاهرة الإصابة أحيانا ظاهرة جماعية. نعم. في الجيش العربي السوري صحيح. خلينا نعرف منك سيادة النقيب إبراهيم، الدافع للعودة لميدان القتال من جديد بالرغم من الإصابة وبالرغم من أنه عسكري لو بمكان آخر لكان أخذ فترة نقاهة أكثر، لكن كما قلنا في صار دافع عند الأبطال الجيش العربي السوري، يعني إما النصر أو لا تكون الشهادة. تماما، المعركة شكلت وحدة حال، وحدة حال بين العسكري وبين الضابط وبين صف الضابط، يعني صارت العلاقة اللي تربطنا بأرض الميدان، العلاقة اللي تربطنا بزملائنا، يعني علاقة أسرية، علاقة أخوية، بالطعام، بالشراب، بوقت الراحة. نعم. وقت العمل، يعني أي ظرف من ظروف المعركة كنا نحس حالنا مثل أخوي. وكثير مرات يعني كثير ظروف كنا نمر فيها، كنا يعني كل عسكر يشعر بزميله أنه هو أخ له بكل ظروف من ظروف المعركة. يعني هذا سبب، والسبب الثاني هو أنه يعني نحن جيش عقائدي بعقيدتنا الدفاع عن الوطن، فأي عسكري وأي مقاتل بيشعر بوضعه الصحي أنه هو جيد ما رح يتردد بالعودة إلى أرض الميدان. نبال أو سيادة الرقيب، يعني كيف دربتوا أنفسكم على الطقوس الجديدة اللي فرضتها المعركة؟ يعني حاليا في ابتعاد عن أسركم، ما فينا نقول في هذا التواصل اليومي، ربما تقضون شهور حتى تاخذوا إجازات بسبب ظروف المعركة، أحيانا الإمكانيات القليلة المتوفرة لحالة رفاهية العسكري قد تكون غائبة أحيانا إذا كنا عم نتحدث عن جبهات. هذه الطقوس أحيانا اشتدادها وصعوبتها، كيف دربتوا أنفسكم عليها كأبطال الجيش العربي السوري؟ هلا بشكل عام اذا عم تحكي عن الاسره او العائله، ما سوريا هي اكبر اسره واكبر عائله لنا. اذا استغنينا عنها استغنينا عن اسرنا وعن اهالينا كلنا. تعلمنا من سلامه سوريا هي سلامه اسرتنا، سلامه سوريا يعني هي سلامه اخي وابي وامي واختي، هي سلامه سوريا. ما بتعني لنا سلامه سوريا الا بهذه السلامه فقط لا غير. وما كان بالنسبة لكم مشكلة أحيانا عدم توفر كل الإمكانيات لرفاهيتكم على الأقل بالحد الأدنى؟ مثلا معلش نحكي بالتفاصيل، الحمام، تبديل الملابس، غسيل الملابس، حلاقة الشعر أو الأكل الزايد مثلا، كل هاي الأمور قد لا تكون متوفرة كما يشتهيها العسكري بأوقات السلم، ما كان عندكم مشكلة بالنسبة لهي الأمور؟ الله بصدق وبصراحة ما عندنا أي مشكلة، لأنه لما بنشوف قائدي مثلا قائد وحدتي أنا موجود معي وعم بتعايش معي مثل من يعايش أنا، ما في شيء يعني ما عم بيعيش من الرفاهية شيء، عم بيعيش مثلي، عم بتأقلم مثلي، بدي أتأقلم أنا معه إجباري. يعني إذا قائد وحدتي عايش معي هيك أنا بدي أتأقلم على الجو، يعني ما في شيء زيادة عني، عم بيقوم بواجبه بدي أقوم بواجبي. في حدا كان ممكن يتذمر أو لا؟ نهائياً أبداً. حدا بيتذمر عن حماية أهله وأسرته؟ طيب مثلا اذا بدنا نتحدث عن الاكل اليومي بالنسبه لكم بجبهات القتال، كان يعنيكم انه تاكلوا وتشبعوا او لا؟ كان هي متطلبات اساسيه ولا لا؟ البدي قاتل وبدي دافع عن الوطن وما بيهم ولا اكل ولا شرب، لانه يعني لقمه كنا نقسمها على المجموعه، مو يعني شخص واحد معه لقمه ياكله وخلاص، اللقمه كنا نقسمها على المجموعه، اللي بيهمنا كان الهم الوحيد انه ما حدا يعتدي على سوريا. هذا الايمان موجود عند كل الشباب عند الكل. يعني معنا بالمجموعات من الدير، من حلب، من ادلب، من الرقه، مجموعه يعني من كل المحافظات، منو بس من محافظه واحده. نعم. من جميع المحافظات موجودين. نعم. شكرا جزيلا، لو سمحتوا ابقوا معنا، نتوقف مع هذا الفصل القصير ونعود لنكمل هذا الحوار من قلب العاصمة سوريا دمشق. طير وعلي يا طير الحمام، رفرف بجناحك فوق ابواب الشام، غني وحييني يرجع للابطال، غني وحييني يرجع للابطال، حماة الديار عليكم سلام، حماة الديار عليكم سلام. طير ونادي سوريا يا روح، عطر الشغادي من ترابك بفوح، طير ونادي سوريا يا روح، عطر الشغادي من ترابك بفوح، جيشك عجبالك عسهولك وصفوح، جيشك عجبالك عسهولك وصفوح، حامي حماكي وعينه ما بتنام، حامي حماكي وعينه ما بتنام.
طير وعلي ونادي بأعلى صوت جند اللي واقف عم يتحدى الموت طير وعلي نادي بأعلى صوت جند اللي واقف عم يتحدى الموت روحوا عكفوا عم يضحك مبسوط روحوا عكفوا عم يضحك مبسوط همو سوريا بعمرها ما تنضم همو سوريا بعمرها ما تنضم. اهلا بكم من جديد وسياده العميد سمير سليمان. يعني روحوا بكفوا مثل ما حكت الغنيه وعم يتحدى الموت، بالتالي الى اي حد يعتبر بانه الجيش العربي السوري منتصر للفكر العسكري الذي يقوده؟ وعلى هذا الاساس بنشوف نوع من تبادل الادوار ما بين المجند مثل ما حكوا الشباب الابطال وبين القاده، بالتالي تقرير القرار العسكري ضمن ظروف المعركه خاضع لظروف المعركه، ما بيهم القائد يقرر ولا المجند، مهم تكون المعركه ماشيه وفق الوجهه الصحيحه. هلا بالحقيقه الجيش يقوم على اسس ومبادئ وقوانين يعني ثابته، طبعا اكيد من يصدر او صاحب القرار هو القائد. القائد لا يتخذ هذا القرار بناء على دكتاتوريه معينه، انما هو بالتاكيد هو قرار جماعي، لكن هناك التسلسل ضروري حتى تكون يعني مبنية على هذا القانون الصارم، لأنه الجيش بالتأكيد دائما يقوم على أساس الانضباط والالتزام بالقرار وبالأمر. لكن أنا إذا بتريدي وبتحبي بس بدي أعقب قليلا على ما ذكره رقيب نبال، لأنه قضية كتير مهمة حتى في موضوع يعني كيف يمكن أن تسير المعركة. لما اللي ذكر ببساطة وبصراحة وبصدق أنه أنا بس شوف القائد شو عم يأكل، عم يأكل مثلي وظرفه مثل ظرفي، خلص أنا بكمل حتى النهاية. هناك مقولة عسكرية القائد يقاتل من أجل المطن من أجل الوطن، أما الجندي فيقاتل من أجل القائد. عندما يحب الجندي رئيسه أو قائده هو لا يرى شيئا غيره، يقاتل من أجله، ما يقوله له قائده هو الحقيقة وهو الصواب الذي يجب أن يقاتل من أجله. وبالتالي هنا نستطيع أن نتحدث عن هذه التكاملية، هذه الحالة التي تجعل العلاقة بين المرؤوس والرئيس، بين القائد والمرؤوس في المعركة علاقة أخرى مختلفة عن لحظات السلم. في السلم يكون التدريب صارم قاسي، فيه أوامر، فيه تنفيذ، لا يوجد فيه جدال أو اعتراض. لا، في المعركة تتغير هذه الحالة، وبالتالي تصبح القدرة على تنفيذ المهام أفضل بأجواء المعركة. الجوانب الإنسانية الأخرى عندما يتناولون الطعام مع بعضهم، في السلم القائد قد يتناول طعام في مكان مختلف أو القادة مع بعضهم، لكن وأحيانا بالمناسبات يتم تناول الطعام بشكل مشترك، لكن في المعركة يمكن أن يتناولوا دائما الطعام مع بعضهم. هذا الجانب الإنساني، الجانب النفسي فيما بينهم يخلق هذه الحالة المعنوية العالية لدى الطرفين. يعني تغيرت العلاقة ما بين القائد والمجند، معلش لأنه ما كان في ظروف هالمعركة اللي عشناها يمكن بحرب تشرين أو كانت الظروف مختلفة، اليوم طبعاً في متطلبات للمعركة جديدة وفي معطيات جديدة. أولاً مثل ما تفضلتي في البداية، أشكال وأنواع وطبيعة المعارك في هذه الحرب التي نخوضها مختلفة. ثانياً هي لمدة طويلة كما تعلمون، الآن نحن في السنة تجاوزنا السنة الخامسة. هذا المدى العمري الطويل يعني أو المدى الزمني الطويل أثر كثيرا في هذه المسألة. ذكر النقيب إبراهيم، الآن الجندي الذي يصاب في المعركة ويعود إلى المشفى أو إلى البيت لا يستطيع أن يبقى بدون المعركة، هو يعيش دائما هذه الحالة، لا يعجبه الجو الذي هو فيه الآن والمعركة تدار، لأنه أصبحت جزءا من شخصيته من نفسيته، وخاصة أنها لم تنتهي، ما تزال هي دائرة. صحيح. وإن كانت يعني بالتأكيد هي ستنتصر، هو يرغب أن يعيش لحظة الانتصار، أن لا يكون في المشفى أو لا يكون في البيت، هو يقاتل 3 سنوات 4 سنوات إذن لأكن مع زملائي في لحظة الانتصار. ربما هي الغيرة نحن كلنا اكتسبناها من أبطال الجيش، يعني لما تتحرر منطقة بيصير غيرة من الزملاء، مين هو اللي بدي يعلن خبر الانتصار على الشاشة تماما كما أبطال الجيش العربي السوري. نعم، ونحن نواجه مشكلة في الإعلام الحربي رح نحكي عنها. المعلومات رح نحكي أحيانا عنها. والتسرع في
إعطاء لا. المعلومات لأن الجميع وبالتأكيد هذه حالة طبيعية صحيح. من الناحية الإنسانية صحيح. أنه يريد أن يخبر السبق الصحفي يعني لا. هو كجندي يريد أن يقول لا. أننا أنجزنا المهمة. قد يكون من الناحية العسكرية من المبكر أن يقول ذلك يعني حرصا على تنفيذ المهام بشكل دقيق، لكن هذا حالة الحماس والاندفاع والحب لهذه اللحظة قد تبرر عملية نقل الخبر بشكل متسرع يعني أحيانا يسامحنا ولكن مو كل الأحيان. أستاذ توفيق، لا شك بأنك قرأت كثير من الانتقادات التي طالت من الأطراف الأخرى بأنه فنان تحول إلى مثل ما قالوا مع الشبيح أو قناص أو ما شابه ذلك وغيرها من الانتقادات. هل عاندتك للحظة وأنت تحمل بندقيتك وتقف لجانب الجيش العربي السوري تقتحم وتدافع وحتى تقنص العدو؟ صدقا وبكل أريحية وطبيعية لم يخطر في بالي هذا الهاجس الذي كان هاجسهم. أنا أمامي مهمة، أمامي أمر بدي أتمه على أكمل وجه وينحصر مستوى التفكير العقلي في المهمة الموكلة التي يجب أن نقوم بها وننفذها على أكمل وجه طبعا. والحمد لله كان هناك مهام يعني. كيف كان تقييمك ضمن المعركة؟ كويس؟ جيد؟ هلأ كوني كنت أكبر من اللي كانوا معي بشي 40 سنة عادي الأمر يعني. أنت ما تكبر حالك كثير كمان، ولكن كنت تتلقى التعليمات وتنفذها يعني أنت بالتأكيد. فقط ما بعرف إذا كنت قائد مجموعة ولكن كان الأمر يسير على الجميع بغض النظر عن العمر والرتبة. طبعا لا أنا كنت جندي مجند بلا أي رتبة، مجند مقاتل، بالتالي مقاتل في كل قطاع يعني مهما كانت المجموعات أو قائد مجموعة أو مهما كان عدده وتعداده هناك قائد قطاع عسكري مسؤوليته والأوامر منه التسليح التزخير الآليات بدها تتحرك كلها بأمرته وبخبرته ونحن جنود لتنفيذ المهمة. شو كان دورك بالمعركة؟ مجموعة اقتحام، قناص؟ هلأ اتهمت بجوجل الجهات الخائنة السورية الخائنة أني كنت قناص في بعض الأماكن على سبيل المثال بحمص. القنص مو تهمة يعني إذا لا كنت عم تقنص عليها. قالوا إني قناص قاتل. هي بتتطلب براعة أساساً. قالوا إني قاتل الحرائر والأطفال. واتهم المكان اللي حطوني فيه يمكن الوحيد بحمص أنا ما وصلت لعنده. المكان الوحيد اتهمت فيه إني قناص أنا المكان الوحيد هذا اللي ما وصلت عليه. ليس إلا طبعاً حتى لو كان حصل هذا الأمر فأنا قناص كنت أقنص. من هم متمردون خائنون على يدمرون البنية التحتية ليقتلون الأبرياء يعتدون على أفراد جيش عربي سوري وأمن وشرطة فهذول كانوا أعداء بكل معنى الكلمة. فأنا مهمتي في الدفاع أي واحد من هدول إن كان بقنص إن كان مدفعي إن كان بدبابي أنا ما بتواني هو هدف بالنسبة ما بتواني طبعا هدف وهدف وين بأي معارك خطة وين بحمص فقط حمص القديمة يقيل بأنه كنت موجود لا بحمص كان بشكل بالبدايات بشكل أساسي الحي اللي أنا فيه هو حي مجابهة خط تماس مع باب السباع لما ارتحنا شوي من انتهت مسألة باب السباع وحي الخضر متاخم صرنا ننتقل للأماكن اللي يكون فيها سخونة وطبعا كله كان تحت أمرة الجيش العربي السوري بحاجة لمؤازرة بأي نقطة كنا نكون موجودين في أي مكان في حمص. كويس طلعت خارج محافظة حمص؟ طبعا طلعت على أي محافظات؟ يعني باتجاهين باتجاه حلب باتجاه حماس أهل الغاب. كويس معارك ساخنة يلا عدير بلكي عدير إن شاء الله الرقة قريبا إن شاء الله بكون أحد المبشرين يلا بما أنه هون عم بيقولوا الشباب على جبر قريبة ودارية الدفاع في أي نقطة من جغرافية الجمهورية العربية السورية هو دفاع عن بيته الشخصي صحيح. للإنسان صحيح. عن والدته عن أخته عن مرته عن ابنه في أي نقطة من الجمهورية العربية السورية هو دفاع عن هذا صحيح. سيادة العميد أحمد هناك من قال بأنه حاليا كثير من التقارير التي قرأناها التي تناولت دراسة الجيش العربي السوري قيل بأنه
لا منهجية عسكرية حاليا تتبع في إدارة المعارك، وهذا هو السر ربما في نجاح الجيش أن يخوض كل معركة حسب متطلباته. وأكثر من ذلك ذهب البعض للقول بأنه هذا هو السبب في إطالة أمد المعركة أحيانا، لأنه أصبح الحقل السوري حقل تجارب بالنسبة إلى تكتيكات الطرف الآخر حتى ليعرفوا أين السر بطبيعة إدارة عمليات الجيش العربي السوري. من الناحية القانونية هل هذا صحيح؟ يعني أنا لست خبيرا في الموضوع العسكري. الجيش العربي السوري يعني كجيش مدرب حكما هناك منهجية في الأساس، يعني يخضع من أدنى رتبة إلى أعلاها العسكري في الجيش العربي السوري لدورات ولتأهيل ولتدريب، إن كان على صنوف من السلاح حسب الاختصاص، وإن كان في دورات على مستوى أعلى. أكيد هناك منهجية، لكن أمام ظاهرة الإرهاب وأمام هذا النوع الجديد من القتال، في جزء منه حكما يتعلم أيضا الجيش العربي السوري من تجربته. يعني قد نصيب في أماكن وقد نخطئ في أماكن أخرى، والمعارك كر وفر، المهم النتائج. عادي جدا أن يتعثر، أن يحصل هناك تأخير. إدارة ليست إدارة المعارك والطرف الآخر، هناك فعلا قوى في العالم لها مصالح تحرك الأمور، لا تتفق على المصالح. يعني تمويل الإرهاب مستمر، ممرات العبور للجماعات الإرهابية، يعني يقتل 100 إرهابي اليوم نفاجأ ب100 آخرين كمثال. هناك عملية ضخ الإرهاب الفكري، يعني الذي أوجد هؤلاء الإرهابيين ليس كبسة زر وليس قرار، هناك تربية امتدت، تربية على مدى سنين امتدت ربت هؤلاء على التطرف. لذلك التأخر مرتبط بمصالح قوى خارجية، ولكن نحن لا نعترف بهذا الأمر. نحن مصلحتنا في سوريا أن يقف النزيف في أي يوم، ونلاحظ الآن في كل مرة حتى عندما الجيش يريد أن يتقدم ونعلم أن الجيش سينتصر، يأخذ المجرمون والمضللون فرصة بأن يسلموا سلاحهم، ويصدر عفو عام عن السيد الرئيس عن مرتكبي جرائم إذا سلموا سلاحهم. إذن واضح أن غاية الجيش إنهاء المعارك بسرعة، غاية الجيش أن لا تراق الدماء. أي شخص سلم نفسه ولو كان شخصا واحدا، نحن سعداء أن لا يراق دم جديد، ليس من أجل هذا الإرهابي، من أجل الأبرياء الآخرين، ومن أجل عناصر جيشنا، ومن أجل مواطنينا. لذلك نحن لا مصلحة لنا في أن يتأخر القتال. سيادة النقيب، للأسف قال لي أنه 4 دقائق تقريبا بقيان معي وانتهى الوقت بسرعة بحضوركم للأسف الشديد. سيادة النقيب، دور أسركم بظروف المعركة كيف كان؟ دور دافع، دور مشجع، وخاصة أنه أسرنا لم تكن أسر مهزومة خلال الحرب. يعني أحيانا كان البعض يتراخى، الأم تدفع ابنها، الأب يدفع ابنه، يعتز إذا ابنه جندي أساسا. صحيح، يعني أنا الحمد لله أسرتي كان دعم وسند حقيقي لي. كنت طبعا أسرتي مثل أسرة أي جندي على جبهة القتال، هي أسرة وطنية، وكانت دائما تدعي لي بالنصر والسلامة إلي ولرفقاتي طبعا. فبتتواصل كل إمتى مع أسرتك؟ وأنا بعرف أنك عريس جديد أساسا كمان. أنا بوجه تحية لأسرتي وزوجتك. زوجتي حسب ظروف الضغطي طبعا بصراحه، يعني في حال كان ظروف جيده بتواصل كل فتره يعني. بس ما بينقوا اسرتك انه مثلا احمل حالك وتعوا يلا بدنا نشوفك؟ لا، انت اللي بتقدر هاي الظروف، يعني فيك تاخذ اجازه ولا لا؟ طبعا حسب ظروف المعركه. انا في حال كل مواطن عنده حس بالمسؤوليه، في حال كان الوضع بيتطلب البقاء بيضل، اذا كان الوضع جيد فممكن ياخذ اجازه ان شاء الله. سياده الرقيب متزوج؟ نعم متزوج. قد ايه بالنسبه لك هلق وجودك بالبدله العسكريه بيعزز يعني دور اسرتك، بيفتح عينهم بزياده، وخاصه انه احنا بنعرف يعني لما كانوا احيانا الشاب بمرحله زمنيه يروح ليخطب يسالوه انت عسكري خادم جيش ولا لا، انه اذا ما خادم جيش ما بيعطوا بنتهم، ومثل الشعار اللي بيقول بلا جيش ما في عيش. فوجودك كعسكري وشخصيه عسكريه ضمن البيت قد ايش هيك بيعطي فخر لاهلك؟
بصراحة فخر كبير. حتى إصابتي تعتبر يعني وسام شرف لإلي. نعم. شو طلباتك بعيد الجيش؟ شو أنت محتاج كعسكري كرقيب؟ كون سوريا بخير بصراحة. كون سوريا بخير. ما في طلبات خاصة أبداً؟ خالص. أبداً. توجهي لي السؤال. تفضل بس باختصار كثير لأنه بدنا نختم. أنا بتمنى يعني يصير في انتباه لوسائل الصمود جيشنا العربي السوري وأفراده. يعني مبدئيا يعني ابسط الاشياء اللي هي مثلا جعاله المخصصه اليوميه انها تكون يعني اكثر شوي يعني مقبوله الى حد ما. يعني مثلا باماكن انا كنت متواجد فيها الجيش العربي السوري نحن اكلنا معروف شو هو. في قوات صديقه ورديف بتجي وجبات ساخنه مغلفه. يعني الحقيقه في تفاوت كبير بين الحالين. انا شخصيا يعني بتمنى واطلب من اصحاب الامر المعنيين بهذا الجانب رفع عسكري لتكون تليق تليق بالصمود تحت قبه البرلمان اعلى حتى تحت قبه البرلمان وانت قلنا اقدر على ايصاله قلنا هذا الكلام تحت القبه. نعم شكرا جزيلا سياده العميد سمير. باختصار شديد لو سمحت العلاقه ما بين الجيش والقياده احيانا كان الجيش ينقلب على القياده او القياده تنقلب على الجيش وشفنا بالدول المحيطه نماذج على ذلك. كيف عم بتكون بسوريا هي العلاقه متكامله في حال التوازن ام ماذا؟ لا يعني عندما يعني نتحدث عن الجيش العربي السوري اعتقد اننا نتحدث عن حاله اخرى مختلفه. والدليل على ذلك هو هذا التاريخ للجيش العربي السوري. الجيش العربي السوري ما دام هو جزء من هذه المنظومه الشعبيه ان اردت وما دام هو هذا المعبر عن اراده هذا الشعب ويرى قيادته انها هذه القياده التي تجسد كل مبادئ ومصالح وقيم هذه الأمة فهو ونحن هذا ما نفخر به في سوريا أننا نشكل هذا الثلاثي الجيش الشعب والقائد. نعم. وبالتالي كل يكمل الآخر. نعم. بدون حال التواطؤ وهي ركائز أساسية ولا يمكن أن تنفصل. ودعيني أقول ختاما بوقتكم القصير أن كل ما عمل عليه في الإعلام التضليلي وهذه الحرب الشعواء على أن يتم فك عرى هذه العلاقة القوية بين هذه القوى الأساسية الثلاثية. نعم شكرا جزيلا لكم. انتهى الوقت للأسف سيادة الركن سليمان. شكرا جزيلا لك. البطل الفنان توفيق اسكندر شكرا جزيلا لك. سيادة العميد أحمد سليمان أشكرك شكرا جزيلا. كل عام وأنتم بألف خير. سيادة النقيب إبراهيم العمر وسيادة النقيب نبال حسن شكرا جزيلا لكم. كل عام وأنتم بألف خير. وقائدها وجيشها بألف خير. آمين. والنصر قريب إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم بهممكم. شكرا جزيلا لكل من تابعنا. تحياتنا في هذا اليوم المقدس لأبطال القداسة رفاق الروح أصحاب الحق والقوة والإرادة والفكر. إن شاء الله يا رب دائما تبقوا بخير لحتى دائما نجد مساحة حتى نحتفل ونعيد ومساحة للفرح. رفاق الروح شكرا جزيلا لكم. وأشكر أيضا فرقة المواسم أو فرقة عفوا المراسم فرع دمشق لاتحاد شبيبة الثورة بقيادة مازن شيخ موسى هي اللي عم بتكون معنا بكل المواسم الوطنية حتى نحتفل معها وأيضا خاصة بأبطال الجيش العربي السوري. شكرا لكم والختام مع الفرقة.